فعلا ما حدش واخد من الدنيا حاجة. انت خدت حاجة من الدنيا حسيب؟ لا. طب خد. ازيكم يا جماعة؟ النهاردة في حلقة جديدة في رمضان في البيت على هوم سينما، والمسلسل اللي هنعمل له مراجعة من الحلقة 21 للحلقة 30 هو مسلسل زلزال. زلزال رجع البيت تاني، بس للأسف ما شافش عم غبريال، كان مات قبل ما يوصل له. حامي بتاع زلزال قرر ان هو يبيع زلزال ويبيع من الاخر القضية ويبيع لنفسه لخليل علشان حتة القهوة اللي كان غبريال كان شريك فيها مع زهدي، وباع كمان البيت اللي كان قاعد فيه غبريال. وهو عمل كده علشان هو من الاخر خاف على نفسه وخاف على سمعته في السوق، ف باع القضية خالص لخليل وباع له القهوة وباع له البيت. عبد الحليم جوز أمل راح علشان يعزي زلزال في موت عم غبريال، وقال له إن هو يمشي جنب الحيط وملهوش دعوة بأمل وملهوش دعوة بأي حاجة. بس طبعا زي ما انتوا عارفين إن زلزال مش هيسكت، وخدوا على يعني خدوا على قد عقله يعني من الآخر. وبعد كده عرفنا كمان إن أمل حامل من عبد الحليم. صافية اعترفت أخيرا بحبها لزلزال، وقرر زلزال انه يتجوزها بس مش دلوقتي. خليل راح لزهدي وعرض عليه 50,000 جنيه مقابل ان هو يشتري النص التاني بتاع زهدي، وللأسف زهدي كمان وافق واخد 50,000 جنيه. زلزال قرر ان هو يسيب الشغل مع المعلم بتاعه اللي هو المعلم منصور، علشان في الرايحة وفي الجاية كان بيعاكس صافية. في واحد بيجي من معرفة ابوه او ابو زلزال اسمه توفيق. توفيق ده هو اللي انقذه وقال له ان ابوه كان ليه فلوس كتيرة قوي علشان يديها لك، وكان سايب له 60,000 جنيه. عرفنا مع مرور الاحداث ان مرات قاسم ما ينفعش ان هي تخلف لانها شالت الرحم، فقاسم قرر ان هو يتجوز الخدامة. المزاد اللي في السوق بدأ كان في محل ان هو يتعرض للبيع، وزلزال فعلا اشتراه ب 150,000 جنيه. بعد ما اشترى زلزال المحل بس للاسف معهوش فلوس ان هو يجيب له بضاعه. زلزال حط ايده في تجار بتوع العياط علشان يوردوا له بضاعه، وفعلا في الاخر قرر ان هم يشاركوه. زلزال اخيرا قرر ان هو يتجوز صافية، وبعد كده كمان امل بتولد. خليل كان بيلعب بديله شمال ويمين مع واحده في الاخر بيتجوزها. الوحيد اللي عارف عن الموضوع ده كان عبد الحليم. قاسم بعد كده انكشف من مراته، عرفت مراته ان هو متجوز الخدامة، وغير كده كمان حامل منه. زلزال اتجوز صافية، وخليل عرف ان زلزال شغال في السوق من معلم منصور. البضاعة اللي كان هياخدها زلزال من تجار العياط، خليل اشتراها كل ده علشان يضرب زلزال في السوق وخلاص، وخليه يفضل يقع منه. زلزال عرف يتصرف في بضاعة تانية علشان خاطر المحل، رده البضاعة دي هو ابو صاحبه. عرفنا بعد كده ان صفية اتنقلت المستشفى علشان عندها عيب خلقي في قلبها، فهيبقى في خطورة جدا لو هي حملت من زلزال، لان ممكن يأثر عليها وتموت. عرف بعدين ان خليل بيخسر معظم بضاعته في السوق واتشل. زلزال بقى غني، وفوق ده كله عمل مشروع جديد بتاع عصاير وسماه صافية. خليل البنك هيحفظ على فلوسه لو ما سددش الديون اللي عليه، وغير كده هيحفظه على البيت لو ما سددش كل اللي عليه، وبقى كمان غرقان في ديون ملهاش اول من اخر، ومفيش حد عايز يساعده خالص ولا يسلفه حتى كمان بنته. صافية حملت من زلزال وجابت له الواد اللي هي كانت طول عمرها صافية كانت عايزة تجيبه له، بس للأسف صافية ماتت ما قدرتش تستحمل. لما مرات خليل عرفت ان خليل متجوز طلبت منه الطلاق، وكمان غير كده امل اتطلقت من عبد الحليم. عبد الحليم طلق امل. عبد الحليم كان عاوز يتجوز اختها. امل راحت تعزي زلزال، نيتها من الاخر يعني ما كانتش ان هي راح تعزي، هي مجرد عشان تفتح معاه الموضوع ان هما يتجوزوا يعني. فزلزال طبعا رفض. ام صافية كانت بتقول لزلزال لو عايز تتجوز يا ابني اتجوز، انت لسه صغير ومش عارف ايه، فهو طبعا رفض. عملوا بعد كده مزاد، وزلزال اشترى كل حاجة، اشترى الارض بتاعت خليل كدخة، واشترى القهوة اللي هي بتاعت زهدي وعم غبريال، واشترى كمان السرايا اللي هو البيت بتاع خليل، البيت كمان بتاع غبريال، واخد كمان
في الاخر ال 300 متر. عرفنا بعد كده في الاخر ان هيبقى في انتخابات، وبكل تاكيد زلزال هو اللي هيكسب مكتسح لان تقريبا البلد كلها معاه. تقييمي لمسلسل زلزال هو 6.5 من 10. انا شايف وجهة نظري ان ده اقل مسلسل لمحمد رمضان بعد الاسطوره ونصر الصعيد وابن حلال. نظري ان احداثه ما كانتش قد كده، حتى كمان التمثيل بتاعه ما كانش قد كده على عكس ادواره اللي كان بيقدمها. بس ما عنديش انطباعات تانية للمسلسل. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي. فعلا ما حدش واخد من الدنيا حاجه. انت خدت حاجه من الدنيا حسيب؟ لا. طب خد.